ممنوع من الغنى، ممنوع من الكلام. سعيد صالح، أهلا بكم في القصة وما فيها. سعيد صالح الممثل الكوميدي وراء أسرار كتير مستخبية بقالها سنين، بس الكلام ده قبل القصة وما فيها. يلا شير ولايك لو انت على الفيسبوك، وسبسكرايب ولايكس كتير لو انت على اليوتيوب. سعيد صالح إبراهيم، مواليد 31 يوليو 1938 في المنوفية، بس عاش وتربى في السيدة زينب. أبوه كان راجل أزهري وكان شديد جدا على عياله، بس بما إن سعيد كان ولد واحد على 3 بنات وكمان أول حفيد في العيلة، فكان متدلع آخر دلع. حتى إن أبوه لما اتجوز على أمه لما تعبت، مراته برضه كانت مدلعاه وكان بيحبها جدا. سعيد صالح كان بيعشق التمثيل من صغره، ولما دخل كلية الآداب وشافه حسن يوسف قال له تعالى تعالى، ده انا بدور عليك. وكان بيمثل معاه على مسرح جامعة القاهرة صديق عمره عادل إمام وصلاح السعداني. واللي ناس كتير ما تعرفوش ان سعيد صالح وعادل إمام راحوا في بدايتهم خالص لحسين كمال وسمير خفاجي عشان دور جملة في مسرحية. فلما خفاجي شاف سعيد صالح قال له انت عمرك ما هتبقى ممثل، انت رفيع قوي. ولما شاف عادل إمام قال لهم ده كويس، ومثل عادل امام اول دور في حياته وما خدش عليه ولا جنيه. بس الموقف ده فضل حازز في نفس سعيد صالح، وكان مصر يثبت لخفاجه انه ممثل شاطر وموهوب. وفعلا من كلمتين قالهم سعيد صالح في مسرحيه هلو شلبي سنه 69 انطلق ومحدش عرف يوقف، وسمير خفاجه نفسه هو اللي انتج مسرحيه مدرسه المشربين سنه 73. بالمره بقى كده واحنا في طريقنا لاسرار سعيد صالح، معلومه على الماشي، لما اتعرض على سعيد صالح مسرحيه مدرسه المشاغبين كان مرشح اصلا لدور بهجة الأباصيري، بس هو اختار دور مرسي الزناتي وقال ان عادل امام هيبقى احسن مني في دور بهجة، مع ان الورق كان بينجم دور الأباصيري اكتر. بس هو ده سعيد صالح. حتى انهم لما سالوا جلال الشرقاوي ليه عادل امام بقى نجم وسعيد صالح لا، بالرغم ان الاتنين بدأوا مع بعض وكانوا صحاب جدا، قال لهم سعيد صالح كان عشوائي وفوضوي ما بيحسبهاش، يبقى عامل فيلم مكسر الدنيا ويروح يسهر بالليل في السيده ياكل حواوشي مع واحد نايم في الشارع. لكن عادل امام كان بينتقد الحكومه الصبح في افلامه وبالليل سهران معاهم على نفس الترابيزه. ويمكن من الحاجات اللي محدش يعرفها ان سعيد صالح ما كانش بيحب التلفزيون، وكان دايما يعتذر عن المسلسلات اللي بتجيله، وكان اهم دور اعتذر عنه دور سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلميه واللي عمله صلاح السعداني عشان يبقى اشهر ادواره على الاطلاق. نيجي بقى لموضوعنا. سنه 81 كان سعيد صالح بيعمل مسرحيه لعبه اسمها الفلوس، وفي نص المسرحيه كده لقى واحد من الجمهور نايم، وراح سعيد صالح متريق عليه وقال له انت جاي تنام هنا؟ قوم تص وشك بشويه ميه، عشان من حظه المنيل يطلع اللي اتريق عليه ده قاضي. القاضي ده بقى نشه حته التقرير قال في ان سعيد صالح لا مؤاخذه يعني قلع بنطلونه على المسرح. اوبا، يا ريتك سبته نايم يا سعيد. واتقبض عليه بتهمه الخروج عن الاداب العامه، واتحكم عليه بشهر سجن و50 جنيه غرامه. مين بقى اللي حكم عليه؟ هو نفسه القاضي اللي اتريق عليه. البس عادل امام يا عيني شاف صديق عمره هيروح في خبر كان، راح واخد بعضه وطالع على بيت القاضي ومعاه 3 محامين عشان يستسمحوا الراجل يسامح سعيد ويطلعوا براءه. لكن القاضي وقفهم على الباب زي الشحاتين، وكان هيطلب لهم البوليس كمان، وطردهم شر طرده وقال لعادل امام هرفع عليك قضيه لو فكرت تعمل كده تاني. والقضيه دي عملت ضجه جامده جدا في البلد لدرجه انها تحولت قضيه راي عام، فاضطر القاضي انه يتنحى، وحكم القاضي اللي بعده ببراءه صالح وغرامه 100 جنيه. اصل هو ما كانش في موضوع من اساسه ان سعيد صالح يلم نفسه بقى ابدا. وبعدها بكام شهر وقف على المسرح وقال افيهه الاشهر، انا امي اتجوزت 3 مرات، الاول اكلنا المش والتاني علمنا الغش والتالت لا بيهش ولا ينش. وقتها كان لسه مبارك متولي الرئاسه طازه، وصفوت الشريف كان لسه وزير اعلام جديد نوفي، والدنيا قامت وما قعدتش. وصفوت قال له هو انت هتهرج في عهدي ولا ايه يا عسل؟ وسحب منه ترخيص المسرحيه واتقبض عليه بتهمه اهانه رؤساء مصر الثلاثه. وفعلا اتسجن سعيد صالح 45 يوم سجن احتياطي، ولولا ان عادل امام كان صديق الدكتور اسامه الباز كان سعيد صالح راح في الوبا ويا هنادي. ساعتها سعيد صالح اعتذر وقال والنعمه ما اقصد رؤساء مصر، على ماما يا سعيد. وطلع مبارك عفو رئاسي عن سعيد صالح، والنبي مبارك ده كان طيب. لما سعيد صالح خرج من القضيه دي حس انه متراقب طول الوقت، والمسرح بتاعه مترشق مخبرين. ويا ريت الطعز ده في مسرحية كعبلون سنة 85 عمل أغنية أنقح من نكتة الرؤساء الثلاثة، كان بيقول فيها ممنوع من السفر، ممنوع من الغنى، ممنوع من الكلام، ممنوع من الاشتياق، ممنوع من الاستياق، ممنوع من الابتسام، وكل يوم في حبك تزيد الممنوعات،
وكل يوم بحبك 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 اكتر من اللي فات. اغنية جامدة جدا، ابقوا اسمعوها لان بقية كلماتها اصعب بكتير. اصلا المسرحية كلها كانت تخبيط. الرقابة قالت له لم نفسك شوية يا سعيد وقص لسانك ده حبتين. اتريق عليهم وقال لهم ليه هو لساني كم متر؟ عشان كده ما كانش فيه عمار ابدا بين الرقابة وسعيد صالح. سنة 91 بقى كان سعيد صالح سهران في غرزة في حارة مظهر في السيدة زينب مع واحد اسمه أحمد توفيق وشهرته النسر، هو من اسمه كده تحس انه ديلر، وكان معاهم صبري عبد المنعم وستة تانيين. أم إيه؟ البوليس يكبس على الصحبة الحلوة دي، والجرايد بقى ما صدقت. الحق يا جدع، سعيد صالح اتقبض عليه بهيروين وكان في وكر النسر في السيدة. وبعد التحقيقات واللازي منه خرج سعيد صالح واللي معاه لعدم كفاية الأدلة وغرامة 5000 جنيه. أصل المحامي بتاع وكان مرتضى منصور، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليه. الغريب بقى انهم بعد ما افرجوا عن سعيد صالح واللي معاه النيابه طلعت امر تاني بالقبض عليهم لظهور ادله جديده، وهي اقوال الجيران وسكان الشارع اللي قالوا ان سعيد صالح واصحابه كانوا بيجوا وكر النسر كتير. وفعلا اتقبض عليهم واتحبسوا 4 ايام تاني على ذمه التحقيق، لكن بعد يومين افرج عنهم تاني. بصراحه ما اعرفش مين اللي طلعهم المره دي. وبعدها طلع سعيد صالح وقال انا بشرب حشيش لكن عمري ما شربت الهيروين ولا اعرفه، وقال ان الدوله لو هتحاسب الناس على شرب الحشيش يبقى الفنانين كلهم هيتحبسوا. وما عداش 4 سنين على الواقعة دي، وفي سنة 95 كان سعيد صالح قاعد مع اصحابه في شقة في اسكندرية في شارع مصطفى كامل، وكانوا بيجهزوا المسرحية تعالى نلعبها، وكان معاه سعيد طرابيك وكانوا واكلين فسيخ، وقعدوا بعدها وشربوا لهم سيجارتين حشيش، وهوب البوليس كبس. الصراحة معرفش البوليس عرف ازاي، وسعيد صالح قال ان القضية دي متلفقاله علشان مواقفه السياسية ولسانه الطويل اللي كانوا بيحاولوا يسكتوه بأي طريقة، واتحكم على صالح بسنة سجن و10000 جنيه غرامة، لكن سعيد طرابيك نفد منها واخد براءة. سعيد صالح قال انه استفاد جدا من تجربة السجن دي، وقال انه كان معاه واحد اسمه عمر يوسف. قال له يا سعيد انت مش عايز تكلم ربنا؟ قال له انا اكلم ربنا؟ طب ازاي؟ قال له اقرا قرآن هتحس ان ربنا بيكلمك. وفعلا اتقرب سعيد صالح جدا من ربنا، وبقى يصلي ويصوم ويحفظ قرآن، وكان نفسه يعمل عمرة ربنا يكتبها لنا جميعا، لكن ربنا كرمه بحجة بعد ما خرج من السجن. عقبالنا يا رب. وبعدها بقى يحج كل سنة لمدة 14 سنة ورا بعض. سعيد صالح كان شخص عفوي جدا، وما كانش حاجة بتزعله في الدنيا غير هزيمة الأهلي أو تعب بنته الوحيدة هند، وعمره ما زعل على فيلم ضاع منه، وكان بيقول بكرة يجيلي غيره. أنا عملت 500 فيلم وتاريخ السينما 1500 فيلم، يعني أنا عملت تلت تاريخ السينما. سنة 2010 عادل إمام كان بيعمل فيلم زهايمر، وطلب من سعيد صالح إنه يطلع معاه في مشهد، مشهد صاحبه اللي بيجيله زهايمر، وفعلا سعيد صالح كان في بداية مرض الزهايمر. وعمرو عرفة مخرج الفيلم قال انه كان مرعوب من سعيد صالح، وكان بيروح له كل يوم علشان يحفظه المشهد بتاعه، وكل مره سعيد كان بيسمع المشهد كانه بيسمعه لاول مره. لكن يوم التصوير فاجئه صالح بكلام تاني خالص غير المكتوب، لكن الكلام ده كان مؤثر وحقيقي جدا، فقرر عرفة انه ياخد المشهد زي ما عمله سعيد صالح. سنه 2014 اتحرقت شقه سعيد صالح بسبب سيجاره نسيها ولعه، ولما راح على المستشفى اكتشفوا بالصدفه انه عنده سرطان في الدماغ، ومن بعدها اتدهورت حالته جدا لدرجة انه في اخر ايامه ما كانش بيتكلم نهائي، وكان بيهز راسه ويشاور بايده بس. وتوفى يوم 1 اغسطس 2014، يعني بعد ما تم 76 سنة بيوم واحد. وانتوا في رأيكم هل فعلا اضطهد سعيد صالح بسبب مواقفه السياسية، ولا شربه الحشيش هو اللي ضيعه؟ والكل قصة حكاية، وانا هقول لكم على اللي فيها. علشان تشوفوا الصورة كاملة اتمنى تتابعوني على الفيسبوك واليوتيوب والانستجرام، وما تنسوش تدعمونا بالشير واللايك والسبسكرايب. كنت معاكم ريهام عياد.